مرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية شحن شدات الببجي. كما تلاحظون سنقوم بشراء الأكواد الخاصة بببجي من أحد المواقع. نقوم بالدخول إلى رابط هذا الموقع، سأتركه لكم أسفل صندوق الوصف. ما يجب عليك التسجيل في الموقع، نقوم بالتسجيل عن طريق الفيسبوك. أقوم بالضغط على هذا الخيار، أضغط على كونتيني. سيتم تسجيلي في هذا الموقع عن طريق الفيسبوك، لكن بالنسبة لي الحساب الذي سأقوم بالشحن له حساب آخر، ليس الحساب الخاص بي على الفيسبوك. أقوم بالضغط على تعديل، أذهب هنا وأقوم بنسخ الاي دي الخاص بالشخص الذي سأقوم بالشحن له. أقوم بالرجوع إلى الموقع، أقوم بنسخ ذلك الاي دي. كما تلاحظون هذا هو الحساب الذي سأقوم بالشحن له. أقوم هنا بأخذ الكود الخاص بالببجي وهو كود 60 شدة. أقوم بلصقها هنا ثم أضغط على أوكي ثم أضغط على إرسال. تم شحن الرصيد بنجاح. أقوم بتكرار هذه العملية لأن المجموعة الكاملة لعمليات الشحن سأقوم بشحن 4 بطاقات 1 دولار وبطاقتان 5 دولار، المجموع كامل 14 دولار. في بعض الأحيان تظهر لك واجهة التحقق من أنك لست روبوت كما ستشاهدون الآن. هذه واجهة تستطيع تمرير المؤشر في الأسفل هنا كما تلاحظون للتأكد من أنك لست روبوت، وستتم عملية الشحن بنجاح. أيضا العملية ناجحة. تقوم بالدخول إلى هذا الموقع ثم تقوم بالتسجيل بفيسبوك الخاص بك. تذهب إلى مكان الاي دي الخاص بالشخص كما شاهدتم. نقوم بالضغط على التعديل، نكتب اي دي الشخص الذي سنقوم بالشحن له، ثم نذهب هنا إلى الاسترداد. نقوم بلصق الكود الخاص بالببجي ثم تأكيد عملية الشراء. عملية بسيطة جدا لشحن شدات الببجي كما شاهدتموها في هذا الفيديو. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. نتمنى أن عملية الشرح كانت في المستوى. شكرا لكم على المشاهدة.